للجميع، وكلنا مصريين، مسلم ومسيحي. ولازم لا ما يضحكش علينا. مصر مرت بظروف صعبة جدا جدا الفترة اللي فاتت، وما زلنا نمر بظروف أصعب، لأن إحنا مستهدفين، إحنا كبلد مستهدفين، مستهدفين من العالم الخارجي. هو فكر إن في حد هيحبك ويحتضنك ويخشك جوه ويدخلك جوه عليه زي بلدك، أيا كان المساوئ والسلبيات اللي موجودة، أيا كان تدني المرتبات، أيا كان تدني الخدمة، أيا كان تدني المواصلات، تدني العلاج، أيا كانت الظروف، لكن بلدك هي اللي تاخدك تحضنها وهي اللي هتحافظ عليك، وأنتم اللي تقدروا تبني هذه البلد، أنتم واللي زيكم واللي زيكم كل الجهات المعنية وكل المسؤولين، إذا لم يتحدوا على إن دي بلدهم ولازم يخافوا عليها، محدش هيبني بلدنا غيرهم. الطبيب والمحاسب والمهندس والعامل والفني والمهندس الزراعي والسائق، كلنا لابد ان نتفق ان بلدنا دي محدش هيبنيها غيرنا، محدش هيبنيها غيرنا. اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يكون الجلسه دي ليها تاثير، ما ينفعش من هنا خلاص نسينا نروح بقى تاني نشوف الراجل مرمي في الارض ادوس عليه وقال انه بيصرخ ولا بيتالم. الحاجات دي انا شفتها بنفسي على فكره. انا دخلت العنايه المركزه لقيت المجاني طفح، الصرف الصحي طافح في غرفه العنايه المركزه. طب احنا دورنا ايه؟ احنا هنسلكها لا ترفض ترفض تقول للدكتور يا عم لا، تقول للدكتور لا، لان انت هتقول لا وانا هقول لا وده هيقول لا. اذا حطينا